النفس النبيلة سمتها التضحية، فنكران الذات أصل أصولها، لا ترى لها فضلا ولا توجب على أحد حقا. النفس النبيلة هو مش شايف نفسه، مش شايف ان هو صاحب نفس نبيلة. زي ما قلت لكم كتير، هو شايف ان اسمه العبد الفقير المذنب الحقير، فهو اول حاجة عنده نكران الذات، مش شايف نفسه انه صاحب فضل على حد، ولا انه احسن من حد، ولا هو ان اكبر من حد، ولا ان هو له حق على حد. زي ما قلت لكم كتير، ان هو لما يمرض ما يزعلش ان ما حد ان حد ما جاش زاره وهو مريض، او اتصل وسأل عليه، او جاب له فاكهة، او جاب له هدية. هو مش شايف ان له حق فما بيزعلش. ما هو انت لو انا شايف ان لي حق انك انت تجيلي وما جيتش ازعل منك، لكن لو انا شايف ان ماليش حق اصلا، انا ما استاهلش انك تجيلي، ازعل ليه؟ فهو ما بيزعلش، ما بيحزنش، ما بيقلبش على حد. سمته النفس النبيلة سمتها التضحية، زي ما قلنا بقى، سخي، مش سخي في الفلوس بس، مش نفس السخية في الفلوس بس، لا، ده بيضحي بكل حاجة. إذا طلبت منه شيئا لا يتوانى عن مساعدتك، ولو على حساب نفسه، ولو على حساب راحته، وهو مع ذلك لا يرى له فضلا ولا يرى له حقا. وإن كان له حق على أحد لم يؤده، فهو أكثر الناس مسامحة. فلما جابش مش مهم، فلما سألش له ظروفه، بيقدر ظروف الناس ويعذر الناس. النفس النبيلة لا يخاصم ولا يطالب ولا يعاقب ولا يعاتب. نفس النبيلة هو شايف ان هو معاملته مع الله، فمش شايف الناس، ما بيزعلش من حد ولا بيعاتب حد ولا بيلوم حد ولا بيطرد حد ولا بيزعل حد. هو مسالم جدا، صاحب النفس النبيلة. 8. النفس النبيلة نفس سامية، لا تنشغل بالحوادث الجزئية في الحياة، لا تنفعل لتفاهات الآخرين. النفس النبيلة سمتها العطف على حماقات الناس، يتسم بحسن الخلق. صاحب النفس النبيلة اجتمعت في أسمى الأخلاق، فلذلك قلنا إيه؟ لا ينفعل بالحوادث الجزئية في الحياة. تلاقي واحد قاعد بيغلي، ليه؟ فلان فات عليا وما سلمش، فلان مرضت وما زرنيش، فلان اتصلت بيه وما ردش، فلان طلبت منه كذا وما عملش، فلان كنت عايز منه فلوس سلف وما سلفنيش، فلان كنت
عليه فلوس وما ردهاش، فلان فلان، كل دي بنسميها حوادث جزئية في الحياة، مش دي الحياة، دي حوادث عارضة. اللي مشغول بيها بيشتت قلبه ويشتت نفسه ويضيع حاله مع الله، يضيع حاله مع الله. صاحب النفس النبيلة، معلش أنا آسف في التعبير ده، مكبر دماغه،